السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك إن شاء الله غنبداو درس الدول الأصلية. دونك درس جد مهم، جد بسيط، يعني جد سهل، يعني ماشي شي حاجة صعيبة، ولكن هذا الدرس غنحتاجو بيان سيغ في حساب التكامل. دونك درس حساب التكامل غيجي من بعد، غنحتاجو فيه هذا الدرس اللي هو الدول الأصلية. دونك شنو كيعنيو بالدالة الأصلية؟ دونك قبل ما نعطيكم تعريف، نحاول نعطيكم واحد مقدمة بسيطة، يعني باش تفهموا معايا شناهي الدول الأصلية أو الدالة الأصلية. دونك عندنا واحد الدالة إف. اف يعني كنشقوها اف بريم. هاد اف مثلا كتكون متصله على واحد المجال اي وقابله للاشتقاق على اي مثلا. اوكي بيان، دونك كتعطينا هاد اف بريم. دونك هاد اف بريم سي اف بريم. اف بريم هي واحد الداله كتبسط لنا الداله اف، حيث ان اف بريم في اي نقطه من هذه الاي هو المعامل الموجه ديال المماس في هذيك النقطه، او في النقطه اللي بيان سيغ اللي كيكون منحنى ديال اف معلم متعامل ومنظم شي شفناه. اوكي شفنا في درس الاشتقاق، يعني اف بريم ديال واحد النقطه اكس 0 بكل بساطه هو معامل الموجه ديال المماس في هذيك النقطه ديال اف. اوكي دونك يعني ايغريك شفنا كيتكتب على شكل اف بريم دو x0 فوا x مو x0 بليس f دو x0. وي ولا هادي هي معادلة المماس. دونك عرفنا منين جات اكسيتيغا، مكيناش نبقاو نرجعو لهادشي بيان. دونك هادي بالنسبة لا ديغيفي أولا المشتقة، المشتقة الأولى ياك ولا لا؟ بيان. دونك تخيلوا معايا بأن هاد f بريم هي بنت لي f بنت، دونك في واحد البنت ديال f. اوكي واش هاد f كتقدر تكون عندها أم؟ وي متصلة، دونك تقدر تكون عندها أم. دونك يعني كنرمزو ليها بكغونت إف، هادي أم، أم لي إف. أوكي يعني أم لي إف، دونك ميغ. أوكي ميغ ديال إف. بيان دونك يعني لا استقيت إف غتعطينا البوزيت إف، فاش غنستقى دي تعطينا لا ديريفي. يعني الدالة الأصلية تو سامبلومون هي دالة بحيث عندما نشتقها على المجال إي تعطينا إف. تو سامبلومون تصوروا معايا، هذه هي الام، هذه هي اف، هذه هي البنت. دونك هذه بنت هذه، وهذا او لا هذه حتى هي بنت هذه. اوكي بيان دونك هذه بنت هذه وهذه بنت هذه بيان، وهذه جدات هذه. اوكي بيان بيان يا شويه صافي باش تخيلوا معايا تو سامبلومون. بيان دونك نعطيو دابا تعريف. دونك اولا تعريف لكل اف واحد دالة متصلة على واحد المجال اي، لكل اف مثلا دالة معرفة مثلا على اي نقول ان دونك انا غنبقى نرمز ليها ب اف كبيرة. اوكي دونك جي كبيرة او لا هادي، يعني كنقصد مثلا كانت عندنا جي ديال الأصلية ديالها غندير لها كغون جي، يعني جي كبيرة جي مازيسكي. عندنا اف الدالة الأصلية ديالها هو كغون اف، يعني اف ماجيسكي. اوكي نقول ان اف ماجيسكي هي الدالة الأصلية للدالة اف لاف اذا كانت، يعني هاد اف اذا كانت مالها قابله للاشتقاق على مدى قابله للاشتقاق على اي، هاد المجال اللي معرفه فيه الداله اي اف بوتيت اف على اي، ولدينا لكل اكس من اي مشتقة غروند اف بالنسبة لإكس تساوي اف دو اكس. صحيح دونك هادي بيان سيغ هي التعريف ديال الدالة الأصلية تو سامبلومون، يعني واحد الدالة بحيث فاش كنشتقها كتعطيني الاف، يعني واحد الأم ديال واحد الدال. صحيح هادي الدالة الأصلية. دونك خصكم تعرفوا، يعني تعرفوا بأن لا ديغيفي سوا واحد دونك لكل اكس كيلكو سوا
واحد الكونستانت سي من اخ، عارفين بان لا ديريفي ديال واحد الكونستانت كتساوي صفر. بيان، هذيك الشيء علاش كيعطينا بان اف تقبل ما لا نهايه من الدوال الاصليه. اوكي، دونك تقبل ما لا نهايه من الدوال الاصليه، يعني اف مثلا هذه اف نديرو هنا اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف 5 اف 6. علاش؟ بوركو؟ باسكو مثلا اللي كانت هاد اف دالة أصلية، دونك نقدر أنا ندير الدالة الأصلية ديال اف واحدة أخرى، مثلا اف دو اكس مثلا، أو نسجلو اكس كتساوي اف دو اكس زائد الكونستانت هاد السي، هاد السي كيلكو سوا السي من ار، ودونك لاستقيت جي جي بخيم دو اكس شنو غتعطينا؟ اف بخيم دو اكس بليس كونستانت بخيم يعني زيرو، يعني كتساوي اف دو اكس. دونك جي تاهي دالة أصلية، يعني الدالة اف تقبل ما لا نهاية من الدوال الأصلية. دونك هاديك الشيء علاش غنديرو في واحد الخاصية. أوكي، خاصية دونك لتكن غوند اف الدالة الأصلية للدالة بوتيت اف على المجال اي. دونك مجموعة الدوال الأصلية للدالة اف تكتب على الشكل جيرو اكس تساوي، نكتبها لكم تحت، جيرو اكس تساوي غوند اف دو اكس بيس واحد الكونستانت، واحد الثابتة مع أو الافيك مع، نكتبها لكم هنا، مع السي ينتمي إلى اخ، واحد الثابتة. اوكي، يعني كنستنتجو أن إلا كانت اف دالة أصلية، دونك هاد البوتيت اف راه تقبل ما لا نهاية من الدوال الأصلية. بيان، دونك مثلا نعطيو شي مثال، مثال. دونك مثلا نعطيو شي حدود بسيطة، مثلا اف دو اكس كتساوي مثلا اكس اس اثنان زائد مثلا تلاتة مثلا. اوكي، عطيني الدالة الأصلية، دونك عطيني الدوال الأصلية ولا مجموعة الدوال الأصلية. دونك مجموعة الدوال الأصلية كتكتبو على هاد الشكل، جيرو اكس كتساوي اكس. دونك شوف كيفاش، دونك فاش كنديري مثلا واحد واحد دالة على شكل اكس بويسونس ان بخيم مع ان يكون بيان سيغ ديفيرون ا زيرو باغ اكزومبل، و اكس باغ اكزومبل تاهو ديفيرون زيرو الا كانت ان نيجاتيف. اوكي، دونك هادشي شفناه، هي ان فوا اكس بويسونس ان موان ان. دونك الا بغيت نرجع باللور، دابا عندنا اكس بويسونس ان وبغيت نرجع باللور، شوف هنا دابا في الديريفي كتخرج ليا ان اللي كتكون في البويسونس وكنقص من الاس، يعني هنا عندي اكس اس مثلا، كانت عندي اكس اس ان وبغيت الداله الاصليه ديالها، شنو هي الداله الاصليه؟ هي اف مثلا، هذه اف دو اكس كتساوي هذه. دونك الداله الاصليه ديالها شنو هي؟ اف دو اكس كتساوي اكس بويسونس ان. دونك الداله الاصليه اف دو اكس تو سامبلومون غادي تشوف هاد البويسونس غنقسمو على واحد، دونك 1 ديفيزي باغ ان بليس 1، وغنضرب في اكس بويسونس ان بليس 1 وغنزيد واحد، مع هاد ان خص يكون ان يخالف ناقص واحد. اوكي، دونك في هاد الحالة مثلا اثنان يخالف ناقص واحد، يعني الدالة الأصلية ديال اكس اس اثنان هي واحد على ثلاثة في اكس اس ثلاثة. دونك إلا درت الاشتقاق لهادي غتعطيني اكس اس اثنان بليس ثلاثة، الدالة الأصلية ديال واحد الثابتة هي ثلاثة في اكس، يعني هذيك الثابته في اكس بليس واحد الكونستانت مع سي ينتمي الى اخ. اوكي، بيان، دونك تقريبا هذا الشيء اللي كاين. نحاول دابا نمسح هنا ونعطيكم واحد الطابلو تعقلوا لي، يعني عافاكم الله، ردي عليكم، نكتب لكم بعدا الطابلو وغنحاولوا حنا بشويه علينا نجبدوا هذاك الشيء. اوكي، وعافاكم عقلوا لي على واحد الخاصيه الاساسيه، ومن بعد اي حاجه اخرى من بعد راه غتجي سهله. اوكي، بيان.